كان الاوبر بيقول لي انا جيت، هو فين ده؟ انت في حد بيجري ورايا وانا مش عارفه استخبى فين. مين ده اللي بيجري وراكي؟ طب بقول لك ايه، تعالي تعالي خشي استخبي هنا بسرعه. مين اللي البعيد ده؟ ولا ما تقلقيش يا حبيبتي ما تقلقيش. بقول لك لو سمحتي يا استاذ. ايوه. مفيش طفله صغيره عدت عليك بتجري كده؟ لا والله لا ما شفتش. لا لا خالص خالص. هيكون راحت فين بس؟ يا خسارة، أنا واخد عهد على نفسي الليلة البنت دي يبقى دول من نصيبه. بنت؟ بنتك؟ هي بنتك؟ إيه؟ هي بنتك؟ أيوة يا أستاذة، وبتجري مني وتعبتني داير وراها من الصبح. طب بقول لك إيه؟ يا رب هيكون راحت على فين بس البنت دي؟ 20,000 ما يتسابوش، ينفعوني في السفرية دي. إيه؟ انا لو جبت لك مكان بنتك وقلت لك هي فين هتديني الفلوس اللي معاك دي؟ ايوه هديكي دول 20,000. بص هي بنتك بتحبك قوي بس هي خايفه منك شكلها. انت عرفت منين؟ ما انا هقول لك اهو، انا مخبيها جوه الشنطه دي، بس هات الفلوس زي ما اتفقنا. يعني هي في الشنطه دي؟ ايوه انا اللي مخبيها بايدي. طيب ماشي حلال عليك. وبقول لك ايه، استني ايه، انا اخدها وامشي بالشنطه. تمام. وخدي دول كمان. خلاص ماشي حلال عليك الشنطه كمان. ماشي. بقول لك ايه يا حبيبتي، ما تعمليش اي صوت عشان الراجل اللي انت خايفه منه اللي بيجري وراكي دوت بدل ما يسمع صوتك وياخدك مني. ماشي خليكي ساكته. حاضر يا طنط. انا همشي بس بيكي بالشنطه من المنطقه دي. يا رجلي، طبعا بقى لو اتكلمت هنا البنت هتسمع. الو يا احمد، في ايه؟ انا كنت لسه داخل البيت دلوقتي، كنت لسه هلاقي عيلتك بترن عليا، في حاجه؟ بقول لك ايه، البنت معايا بس يلا بسرعه هات العربيه وتعالى. اجي لك بالعربيه على الكافيه دلوقتي؟ يعني البنت معاك؟ اوعى تتاخر اكتر من كده، لو هيحس بحاجه. مالك؟ طب حالا نكون عندك. طب خلاص مستنيك، بس انت انجز ما تتاخرش بقى. سلام. تعالي بس تعالي لو سمحت لو سمحت. تعالي يا حبيبتي خشي خشي خديش. تعالي يا حبيبتي عندي. بصي انا عندي تالية بنت اخويا هي عشان تبقى تلعب معاكي، بس انا عايزه افهم هو الراجل ده كان باباكي ولا ده مين؟ لا انا ما اعرفوش، هو انا مش عارفه كان بيجري ورايا ليه. معلش يا حبيبتي ما تقلقيش، انا خدتك اهو جبتك معايا. تعالي تعالي يا تالي العبي معايا. شكرا يا بنتي، انا بحبك قوي. وانا يا حبيبتي بحبك قوي، ما تقلقيش انا مش عايزاكي تخافي. انت مش قادر اخر ليه؟ ايه عبد حلو انك جيت، يلا خد الشنطه. فين البنت؟ في الشنطه هنا، خدها بقى وروح على العربيه. الشنطه ماشي. يلا مالك يا عبدو، في وقت ليه؟ ليه شكل شنطه فيها بنت يا احمد؟ نعم. انت هتجنني يا ابني. يا نهار اسود، انت باين عليك خطرفت يا احمد. يعني ايه؟ البنت كانت في الشنطه وانا سمعت صوتها. يا عم صوت مين؟ يبقى انا اتنصب عليا؟ عبدو امسك خد الشنطه دي وارميها في العربيه وروح انت. روح انت يا عبدو. يا اسود يبقى على اخر الزمن واحدة تنصب علي انا في 40,000. ماشي. يا مان يا احمد عامل ايه؟ الحمد لله. جبت الورق يا احمد؟ هيجي لك النهارده. الورق اللي انت طلبته هيجي النهارده. اشوف. طب بقول لك ايه يا حبيبتي، انت حافظه رقم ماما او رقم بابا؟ حافظه رقم بابا. طب حلو قوي عشان نتسلك بيهم. خدي يا حبيبتي اكتبي رقمه هنا. الو مين؟ ملك؟ ايه ده يا حبيبتي، انت بتكلميني من تليفون مين؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طب معلش يا حبيبتي ممكن تديني طنط؟ حط انت هتقول لك هاي. الو السلام عليكم. مش شاكر البيت ده ليك. ما تقلقش بنتك كويسه والله وبخير، بدليل ان انا مكلمه حضرتك.
بص هي بنتك تمام. انا هبعت لك اللوكيشن عشان بس كان في واحد بيطاردها وانا خدتها عندي في البيت. معلش ممكن تبعتيني اللوكيشن اجيلك عليه؟ تمام تعالى خدها من عندي، هبعت لك اللوكيشن على الواتساب. اتفضل. سريع. الحمد لله استر يا رب. خير يا عماد في ايه؟ اسكت يا احمد، كان في حد بيطارد بنتي بس الحمد لله بنت واحده بنت حلال كده خدتها عندها. اركزتها يعني؟ ايوه الحمد لله، انا راح اخدها بسرعه. لا استنى. ايه في ايه؟ في مندوب مهم جاي يعني ما ينفعش تمشي، ابعت لي اللوكيشن وانا راح اجيبها لك. يا عماد ده بنتك هي بنتي. ماشي ماشي؟ انا هروح حالا، ابعت اللوكيشن. حلو قوي كده. وجات لك يا احمد لحد عندك وعلى الجاهز اهو. الباب بيخبط، انا هروح اقول لطنط. يا طنط في حد بيخبط على الباب. طيب يا حبيبتي انا كنت بعمل لكم بس اكل. طيب ماشي اكل بقى باكل. ايوه ايوه اكيد بابا جه اهو يا حبيبتي ما تقلقش. رايحه فين؟ انت اللي جابك هنا، انت جيت هنا ازاي؟ اللي جابني هنا انت فاكره انك هتعملي بنتك السودا دي وهتهربي مني؟ انا مش فاهمه قصدك على ايه، ما انا اديتك البنت. لا يا روح امك، ما انت خدت الفلوس والبنت وضحكت عليا. لا انا ما خدتش البنت. الشنطه كانت فاضيه، هتروح فين يعني؟ اكيد معاك انت. على العموم انت كده كده وقعتي، مش عايزك تقلقي. يا بابا. ايه يا مالك؟ ما تخافيش يا حبيبتي، عمو جاي ياخدك. اسمع كده، مش عايزك تقلقي. فلوس البنت حلال عليكي مش هاخدها. بس اديني البنت، البنت تخصني. البنت مش عندي، قلت لك امشي بقى بدل ما صوت وليم عليك الناس. ايه ده؟ مش احمد؟ طب انا عايز اعرف انت عايز من البنت ايه؟ لا ده دي حوارات بيني وبين ابوها بقى بصفيها، دي ما تخصكيش. وبالنسبه لو عايزه فلوس تاني هرضيكي واديكي. تعالى بسرعه خدني. مالك يا حبيبتي؟ استخبي في اي حاجه لحد ما اجيلك. ماشي ما تخلوش يشوفك. حاضر. مش عارف انت بتعملي كده ليه؟ هي كان من بيت اهلك. طيب حاضر هعمل لك اللي انت عايزه. احمد تعالى يا صاحبي، الحمد لله انك جيت. مش مصدق ان انت بعتني ان انا اخد بنتك. ايوه فعلا انا كنت بعتك عشان تاخد بنتي، كنت فاكرك اخ. انا كنت رحت عيل زباله. انا مش فاهم على فكره. انت ايه اللي بتقوله ده؟ ايوه على فكره عرفت كل حاجه وسمعت كل حاجه. بقى انت يا احمد انت اللي بتخطب بنتي؟ ايه؟ انا عملت معاك ايه؟ يا عماد انت ايه يا عماد مش مصدقني؟ انا عرفت كل حاجه بقول لك. وبالنسبه للورق اللي معاك انا مش عايزه، انا كده كده هقدم فيك. هو انتوا عارفين بعض؟ هو انتوا اللي بعتوا ياخد البنت؟ ايوه هي بنتي، وانا اسف كنت فاكره اللي هو اخ. انا ما كنتش فاهمه حاجه. انا فاهمك، الاستاذ ده كان عايز ياخدها عشان يساومني على الورق اللي عنده. يا الزباله. متشكر جدا ليك يا استاذ. لا شكرا على ايه؟ انا بجد دماغي اتلخفنت خالص، انا هخش اجيب لك بنتك من جوه. يا ريت. تعالي يا ملك، بابا جاي، تعالي يا بابا جاي يا اختك. تعالي يا حبيبتي بابا. مالك يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ طيب الحمد لله. طب انا لو سمحت كنت عايزه اقول لك، الاخ صاحبك اللي كان هنا دوت هو كان مديني فلوس. حلال عليك يا استاذ، والف شكر جدا ليك. يلا يا ملك.